كثرة السهو في الصلاة، تقول أنا مبتلى في ذلك وأجاهد نفسي قدر الإمكان، ولكن لازلت يعني أجد من السهو في الصلاة شيء كثير. يقول ما تقول، ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة في هذا أن تقاوم، تواصل المقاومة فيما يتعلق بالوساوس، وكلنا مبتلى بتسلط الشيطان عليه في صلاته، ونفترق في دفع ما يمكن دفعه من هذه الوساوس. وإذا جاهد الإنسان نفسه فإنه مأجور على المجاهدة، وخاتمتها وعاقبتها أن يدرك إن شاء الله ما يؤمل من دفع كيد الشيطان. وما غلب عليه من ذلك ليس عليه فيه إثم ولا وزر إذا كان مدافعا، أما إذا استسلم واسترسل نقص من صلاته بقدر ما يكون من الهواجس والوساوس التي يشتغل بها في الصلاة. وثمة أسباب توجب يعني دفع كيد الشيطان عن الإنسان بالوسوسة، أن يحسن الوضوء، أن يصلي ما كتب الله له قبل ذلك، أن يستحضر عظمة الوقوف بين يدي الله، أن يتدبر ما يقرأ وما يقول وما يدعو به، أن يحذر قلبه ويجاهد نفسه لحضور القلب. فالقلوب في 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 الذكر على نوعين، قلوب حاضرة متهيئة بما فتح الله عليها، وقلوب تحتاج إلى استجلاب واستدعاء للانتفاع بالقرآن وحصول الخشوع. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني حاضر، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى السمع والإنصات القرآن أو التدبر القراءة وهو شاهد، أي في قلبه وحاضر في ذهنه بما يتلوه أو يستمع إليه.